تمام. طيب انا عايز ارجع بقى لمحمد، وايه قصه 31 نوع؟ يعني احنا ما عندناش خالص خلفيه، يعني اول مره اسمع انه العرايس في منها 31 نوع. العرائس في منها انواع، في منها العرايس ده نوع من انواع العرايس اللي هي العرايس الاصبع، وفي العرايس الخشب من المعالق الخشب، في عرايس تاني من الكرتون، في عرايس تاني من كيس الفاكهه، في انواع نوع من انواع العرايس اسمها عصا وعصا، في نوع تاني من العرايس ده نوع من انواع العرايس اسمها عصا وعصا. يعني عشان بالعصاية. جسم العروسه بيتحرك بعصايه، والايدين بتاعت العروسه بتتحرك بعصايه، فده نوع من انواع العرايس. في اوكي. نوع تاني من انواع العرايس اللي هي المابت شو، ايوه. في القفاز، في برضه نوع تاني من اسماء عرايس. مابت، ما هي مابت شو هي القفاز صح؟ لا، امال ايه؟ المابت اللي هي ايديها بقها بيتحرك. اوكي. القفاز دي اللي انت بتحط فيها ايدك، اللي هي بتتباع في المكاتب الصغيره، دي قفاز. ما هي برضو لا صح؟ امال لا، ايه؟ هي بقها مش بيتحرك، اوكي، يعني التانية القفاز دي لو كأنك لابس جوانتي لكنك لابس وخلاص، جوانتي. التانية بقها بقها بيتحرك. بيتحرك. اوكي. في عرايس تاني خيال ظل، وفي عرايس مائيه، في كتير جدا من انواع دي العرايس ده بحر كبير من ال من وفي بقى برضو طبعا العرايس الشهيره اللي هي العرايس الماريونيت، فده يعني بيتهيألي الماريونات دي اصعبهم في التحريك صح؟ عشان علشان عشان خيوط، الحبال عشان وكده. الخيوط صح؟ لان كل عروسه ليها الميكانيزم بتاعها وليها حركتها. اوكي. يعني انا كنت عامل عروسه للفنان محمد منير، فيها بالظبط بالظبط 20 خيط، فانت بتتحكم في 20 خيط. طب احكي لي يا محمد، انت بتتقن تحريك كل انواع العرايس دي سواء بقى ماريونات او ما حبيتش اي حاجه من انواع العرايس غير العرايس اللي عصا وعصا والسلك وعصا والماريونيت، اوكي. لان انت معظم الفرق اللي شغاله بتجيب العروستين اللي هم العروستين القفاز، ويعملوا بقى مسرح عرايس. هم مش هاويين، مش حابين. فانت انا حابب ده جدا، فحبيت بقى ان انا اتعلم ده اكتر، فاخدت برضو ورش ودورات في التعامل مع الطفل، ان ازاي اتعامل مع الاطفال. اخدت برضو دورات في التصنيع، تصنيع العرايس. وحاليا ان شاء الله هنشارك في ورشه مع الدكتور احمد حلاوه. انا حبيت ده جدا يعني، فهو رحب جدا بالفكره، يعني الحمد لله ان هو قبل الفكره ان احنا نشارك برافو معاه يعني. برافو عليك.